من 100 سنة ويمكن أكتر الورشة فاتحة وشغال، الشغل عالي. الله ينور، تسلم إيديكوا يا رجال. الحاج يونس متخصص في شغل من خشب الأشجار، أطباق، كراسي وأنتريهات وقرم، نزوم شغل الجزار. طول النهار الخراطة تخرط وتقطع بالمنشار. شغل القرم بيكون يدوي عشان بتتعب في التقطيع، ودي صنعة محتاجة الفنان وعنده ذوق ملهم وبديل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. شارع زحمه قوي بره وانتوا مكانكم جوه خن كده هادي. دي المملكه اللي احنا بنعيش فيها. ايه الحلو في الخشب؟ كل حاجه فيه حلوه. ليه؟ قشرته حلوه. قشرته حلوه. يعني اتربينا عليه. لما تشوف جذعه كده تحس ان هو حلو يعني؟ طبعا اتربينا على الخشب دوت وكسبنا منه والحمد لله، وربينا عيالنا منه. وربيتوا عيالكم منه. يعني انت حاسس ان البني ادم اللي عنده صنعه معينه بيبقى بيربي علاقة بينه وبين الحاجة اللي بتأكله عيش؟ ما حبهاش وعاش معاها مش هينجح. مش هينجح. مش هينجح. يعني انت ولا يعرف ينتج منها. طبعا طبعا. انت ساكن فين يا محمد؟ انا ساكن قريب هنا برضه. قريب مش بعيد. لا. وانت جاي الصبح، وانت جاي الصبح بتبقى مبسوط ان انت جاي المكان؟ لا ده انا جاي الصبح حاجة غريبة، انا ممكن اعد الشجرة اللي في الشارع. تعد الشجرة؟ اعد الشجرة اللي في الشارع وابقى حافظه. يعني انت جاي الصبح مبسوط ان انت جاي؟ في القلعه 4 شجرات وفي عين السيره 6، وهنا بعد الشجر وانا ماشي انا عارف دي بعد قد ايه هتتقطع ودي بعد ايه هتتقطع. عينك عليهم لما يموتوا يا عم محمد. عيني عليهم؟ لا ما هو بياخدوا وقتهم. صح بياخدوا وقتهم. وانت لما بتيجي هنا اهوت العربيه بتنزل الشجر بقى هنا وانت تشونه في بالطريقه دي. بشونه انا اهو الصنط والسرسوع واللبق مثلا. دي ده صنط. دي سانتا؟ تعرفها ازاي؟ اغمق مثلا يعني؟ لا انا بعرفها زي عيالي بالظبط. هو نوع دي زي دي صح؟ دي زي دي. انا اتعلمتها. وده سرسوع. وزي دي؟ دي ايه؟ ده سرسوع. ده سرسوع. اللي قلبه بني ده. ايوه شبه سانتا بس افتح شويه. ده احمر كده من جوه. لا ده تاثير الشمس عليه. ده بس عشان الابيض من جوه. لكن هي بيض. المتواجدين. والسرسوع ملون كده لما بتعملوا منه الطباق يطلع شكله ملون كده. صح. والفيكس دوت برضو الكبير بتاعه نعمله قرم يعني اي شجره. لا بس المتالي الموالح ما بتكبرش قوي. لا الموالح لا تفضى. والليمون والكلام ده كله نعملها جران. نعملها يعني ايه جران؟ الهول اللي بيدق فيه الطوم. الهول. اما الجرن ده هو الجرن. الجرن. هو السرايا برضو اسمه سرايا. على حسب الارياف اللي بتسميه، حسب كل بلد تسمي ايه. هون. والهون الخشب ده مش يفضل ريحته توم طول الوقت؟ لا الست الشاطره هتغسله وتقلبه على وشه شويه، او تعمل التوم في النحاس وتبقى تعمل الفلفل والكلام. لا هنزعل منها طبعا. لا عايزها تشتغل خشب كله في الخشب. طبعا محمد تعالى بقى، اكيد عندك كرسيين خرزان كده. اكيد اكيد خرزان. معلش أكيد. بقى زي بعض تنورينا نفرشهم كده ونقعد عليهم ان شاء الله. تعالى يلا دلوقتي. الحته الجميله دي اللي كلها شجر دي احنا بنسمي الكلام ده خشب شجر. مع ان كل خشب الدنيا خشب شجر. لكن شجر. احنا لما بنقول في مصر هنا خشب شجر قصدنا اني انواع؟ بنتكلم على الشجر اللي مزروع هنا اللي هو ما تبخرش. ما تبخرش. ما تبخرش. اللي بيجي من بره ما تبخر.
خشب الموبيليا بيتبخر؟ اه بيتبخر اه، لكن هنا اهو ده الخشب البلدي ما بيتبخرش. اللي هو انواعه ايه؟ اللي هو انواعه بقى الفيكس والكافور والجزورينه. ده بتاع زمان اللي بيبقى على الترع ده، الكافور والجزورينه. طب والفواكه الجوافه اسمع؟ وفي الجوافه بتشتغل برضه هي والبرتقال والليمون. والليمون بس ما يبقاش ريحتهم حاجه من الحاجات دي ولا ما؟ لا الليمون اللي ليه ريحه. ليه ريحه صح؟ وفي السبيانس، وفي حاليا بقى دلوقتي الصنط، وفي الصرصوع واللبخ. الصرصوع ده اللي هو شكل اللي ملون. بيعيش ملون. ايوه عارفه شبه اللي بيعيش في المطر والكلام ده بيستعملوه. عارف الخشب اللي بيجي من شرق اسيا اللي بيستحمل المطر؟ صرصوع. هو زي الصرصوع. زي الصرصوع والصنط. طب الاخشاب دي بتجيبوها منين؟ ليكوا تجار بيجيبوها لكم مخصوص؟ لينا تجار في المنيا وبني سويف، لينا تجار في الاقصر. وانتوا بقى تجار برضه من الغربيه ومن الشرقيه ومن المحله. بس انتوا اقدم ناس هنا يعني. احنا اقدم. اسمكم ايه؟ ورشه الحاج حسن يونس. حسن يونس والدي. دي اكبر ورشه خشب في المنطقه. في المنطقه صح؟ في المنطقه. طيب وانتوا الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم اللي بيجيبوا لكم الخشب دول برضو قدام زيكم كده اللي بتتعاملوا معاهم بقالهم كتير برضو؟ بنتعامل مع ناس بقالها كتير، وناس النت دلوقتي وفرتها. النت؟ الناس النت دلوقتي وفر ناس كتير بتبيع كل اللي عنده شجره بيعرضها للبيع. طب دلوقتي تحكي لي كده بيحصل ايه في الخشب ده من ساعه ما الخشب ده بيجي لنا لحد ما بيبقى المنتجات المختلفه؟ ان العربيه الخشب بتيجي بنتفق عليها وعلى سعرها وكل حاجه، بنبدا ننزلها في المخزن. انتوا بتشتروا بالشقله كده بالعربيه بغض النظر بقى بالطن؟ احنا ونصيبنا في الشجره بالظبط. تطلع لك بقى ولا بتقسم التخين لوحده والرفيع؟ احنا بنقسم هنا التخين لوحده والرفيع بعد ما تشتري. بعد ما نشتري يعني بناخد المواصفات وبنشتري. الدوشم الكبيره دي، الدوشم الكبيره دي بنعملها قرم. قرم دي بتبقى قرمه الجزار. قرمه الجزار وفي حاجات رفيعه بقى بنعملها اطباق وسلاطين اللي شفناهم في السوق دول اللي موجودين في السوق. وايه كمان؟ طباق ومنتجات ايه تاني؟ بنعمل اللطقم بتاعت الشماسي، بنعمل الترابيزات، ترابيزات الجناين، وفي الدكك ام ضهر ودكك من غير ضهر. طيب فرق ايه بين زباينك دلوقتي وزباينك زمان؟ مين كان بيجي لك زمان ومين نوع الزبون اللي بيجي لك دلوقتي؟ يعني زمان كان بيجي لنا اللي بيعملوا جت فتره اللي هي الترابيزات والكراسي بتاعت اللوكندات مثلا؟ بتاعت اللوكندات والفنادق والقرى السياحيه. دي كنا شغالين عليها فتره طويله. دول ما بقوش بيجوا خلاص؟ لا دي وقفت علشان دلوقتي تلاقي فيه الخفيف قوي اللي في البلاستيكات بقى طلعت والحاجات دي. بلاستيك والمعدن الخفيف. لكن الاول كان حاجات كثيره معموله من كده. النوادي بنودي الشماسي. الشماسي خراط بقى يخرط راس الشمسيه، الراس ونبعتها بره تتعمل شمسيه تتكسي وتروح تعملوها بقى في الخياميه. عند الخياميه بناخد القماش من هناك كده الدك كده وتعملوا بناخد القماش من هناك. هو غالي الحاجات دي؟ يعني مثلا قرمة الجزار دي تتكلف قد ايه مثلا؟ يعني القرمة من 300 جنيه وانت طالع كده. ونوع الخشب كمان بيفرق معاه. ايه بقى؟ ان احنا بنعمل له القرمة صنط. صنط؟ ما تطلعش انشارة. دي اجمد حاجة. ما يطلعش انشارة معاه، ما تفتتش. ما تفتتش؟ لا. طب ايه ارخص شجرة وايه اقيم شجرة؟ ايه ارخص واحدة اللي هي ارخص الجزورين والكافور. ارخص حاجة. الكافور رخص. موجودين كتير. وبس مش ما بيكبروش؟ لا في بيكبر. في بيكبر. الكافور ممكن يكبر متر ومتر ونص. لكن اغلى بيفتت. هو الاستعمال لو بيستعمل كويس يشتغل. طب انت ما بتبخروش خالص يعني؟ ما بيتركش؟ لا ما عندناش مباخر والله. ولا يتركن في الشمس ينشف؟ لا احنا بننشف. بتنشف؟ بننشف السلاطين والاطباق لما بنقطعهم الصرصوع. يعني بعد ما تتقطع؟ يتقطع ويقعد فتره عشان ينزل الميه اللي فيه. لكن الشجر طول ما واقع كده بقشرته ما بينزلش ميه، بيحتفظ بميته. يعني تقشروا وتركنوا؟ نقشروا نقطعوا المقاسات اللي احنا عاوزينها، مقاسات سلاطين، مقاسات اطباق. هو بيتخرط بيتقطع من حته واحده مش كده يا محمد؟ يعني الطبق ما بيتجمعش؟ لا لا حته واحده ويتعمل منها. نقعده بقى فتره عقبال ما ينشف وبعدين نخرط فيه. ما شفتش يا عم محمد اللي بيعملوا ديكورات دلوقتي بيقطعوا زي القرمه الرفيعه دي بس رفيعه ويعملوا بيها كده؟ بنقطع عندنا احنا الحاجات حطار. دي كلها حلوه. احنا لغايه التقطيع والصنفره وندي المهندسين بقى يشتغلوا هم يعملوا بقى الديكورات اللي على راحتهم. يعني انا في حدود شغلي وبكمل مع حد تاني، يعني اللي هي انا ترسب في المجموعه كلها، بشتغل في حاجه وغيري بيكمل. طب عايزين بقى غيرك يكمل، عايزك تاخدني بقى يا محمد وتوريني الصنايعي بيعمل ايه في الخشب. ان شاء الله. يلا اتفضلي معايا.